نتحدث هنا عن الحفريات ونحن الآن في مقبل فصل الشتاء والتصدعات والتشققات بدأت واضحة في منازل المواطنين وبالتالي هم يعتبرون بأن السيادة تحت الأرض لهم ويريدون السيادة فوق الأرض ومن خلال هذه الحفريات هم ينوون بأن ينهدم المسجد الأقصى المبارك ويقول زلزال وقع وبالتالي إقامة هيكلهم الثالث هيكل سليمان كما يدعون.